معايا 5 كوبايات من الدقيق، ومعايا كمان 4 بيضات يكونوا كبار او خمسه صغيرين، معايا 1 كوباية سكر سويتال من العبوه اللي هي 250 جرام، معانا كمان 2 كوباية من الزيت، 0.5 كوباية حليب، معلقه صغيره من الفانيليا، ومعايا كمان معلقه صغيره من البيكنج باودر. طيب اي سكر بنستخدمه، وحتى لو بتاع الدايت يقولك ايه لا ما بيدخلش الفرن او ما بيستخدموش في على البوتاجاز او ما تستخدموش في اي حاجه تتوصل بالنار، يا دوب هو بس يتصب في المشروب السخن بتاعك. لا، سكر سويتال مش كده، يدخل الفرن عادي، بيتعرض للحراره عادي جدا، تعرضه للحرام ما بيأثرش على النتائج بتاعته وعلى الفعاليات بتاعته. تعالوا كده بقى نبدا حلقتنا. بسم الله. هعمل ايه الاول؟ هروح نازله بالبيض، 4 بيضات كبار او 5 صغيرين، معاهم 1 كوباية من سكر سويتال العبوه اللي هي الموفره 250. بسم الله. اتمنى تتفتح معاك. مقطوع. بسم الله. مقفولة جامد قوي. بسم الله. برشمة برشمة ايه؟ في حمدي. بسم الله. تمام وزي الفل. الواحد صايم بقى، انت عارف مش قادر افتحه. فتحنا كده العبوه بتاعتنا، وهناخد 1 كوباية من اللي احنا معايرين بيها الدقيق بالشكل ده. كده ادي عبوه، وادي المعلقه نازله ايه. بالشكل ده كده هناخدها نحطها مع البيض، وادي الفانيليا، وادي الحليب، وكمان هننزل بالزيت. كل ده في الخلاط، يعني مش محتاجه ان انا اجيب عجان، ومش محتاجه مضرب كهربائي ولا الكلام ده كله خالص. الحاجه الوحيده اللي متوفره عندكم في البيت كله هو الخلاط، فده اللي هنستخدمه النهارده. ابدا اضرب كل ده مع بعضه لحد ما اللون بتاعه يفتح، وهنشوف معانا شكله هيبقى عامل ازاي. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا لونه بقى عامل ازاي، ده اللي انا بتكلم فيه. اجي بقى بعد كده عندي بوله، واروح منزله فيها كل السوائل دي. بصوا كده شايفين المنظر عامل ازاي. بسم الله ما شاء الله. طبعا حد هيقول لي طبعا لو سكر عادي كان هيدينا نفس النتيجه. اه طبعا. طب احنا قلنا ان سكر سويتال هو هو زي السكر العادي، هو هو زي السكر العادي. اجي بقى كده معايا مصفه، واروح حاطه فيها الدقيق، ومعايا البيكنج باودر، وانخلهم كده على السوائل اللي احنا استخدمناها بالشكل ده كده، وابدا ان انا اجمعهم. طبعا معروف ان البتيفور اساسا مش محتاجين ان هو يعني خلط كتير، لا العجينه لمت معايا والعجينه ما بتبقاش شاده معانا وماسكه، لكن هتطلع معانا ان شاء الله مظبوط. ارجع بعد كده اجيب سباتشولا وابدا ان انا اعمل كده. عايزه تعملي بايديكي ما عنديش اي مشكله. نخلط كده كويس، شايفين المنظر عامل ازاي. الفرن بتاعنا شغال على درجة حرارة 170. السجاد بتاعتنا مش هندهنها اي حاجة، علشان الخليط بتاعنا اصلا فيه زيت، فانا مش محتاجة ان السجاد تدهن. محتاجة كل اللي محتاجاه دلوقتي كيس حلواني بالبلبلة بتاعته. اخلط كويس كده، مش عايزة يكون فيه اي تكتلات. اه طبعا ماشي شفتها. بصوا كده
اخلط كويس قوي. حد هيقول لي نونا الخليط ده سايل زي ما رغده قالت لي كده، قالت لي حاسه ان الخليط محتاج حبه دقيق زياده، او فعلا هو محتاج حبه دقيق زياده. طيب ايه اللي يخليني مثلا استخدم الاربع كوبايات اللي انت قلتي عليهم يا نونا وارجع اقول لا ده هو محتاج دقيق زياده؟ بيرجع بقى لكثافه الدقيق نفسها، بيرجع للكثافه بتاعه الدقيق نفسها. بص المنظر، يعني ممكن الاربعه من عند دقيق تاني يطلع معايا مظبوط جدا، حضرتك تستخدمي دقيق يطلع معاكي تقيل شويه. فبصوا بتبقى حسب كثافه الدقيق وحسب نوعيته. معايا رغدة تسلم ايديها، حاطه لنا دقيق زياده. بسم الله. اشمعنى؟ مش عايزين نزود كتير، يا دوب بصوا كده حطينا معلقتين، ادي معلقه كمان وهخلط وهشوف هل هو هيحتاج دقيق زياده ولا لا. بسم الله. اهم من الشغل ضبط الشغل، مش المهم ان انت تستعجلي وتقولي لا هو طلع معايا كده ليه، لا اكيد باظ، لا اكيد المقدار مش مظبوط. مفيش حاجه اسمها الكلام ده، كل حاجه وبفضل ربنا ليها حل. نبدا ان احنا نروح مزودين تاني. ارجع واقول برضو السبب في ان احنا بنزود دقيق كثافه الدقيق نفسها ونوع الدقيق ونوعيته، فتخلوا بالكم من حاجه زي دي كويس قوي. بصوا الفرن عندي شغال على درجه حراره 170، عندي الكيس الحلواني بالبلبله، وهوريكم دلوقتي في كذا تشكيله ممكن تعملي بيها، او في كذا بلبله ممكن تشتغلي بيها. انا كده مش هحتاج تاني دقيق، اخلط بس ده كله كده الاول. بصوا ده القوام اللي انا عايزاه كده، انا خلطت الدقيق كله مفيش اي حاجه تبقى. شايفين؟ ده القوام اللي انا عايزاه للبيتي فور بتاعنا. عندي كيس الحلواني حطاله بالبلتين، عندي السجاد بتاعتي مش هدهنها حاجه، ونبدا نشكل بقى التشكيله اللي تعجبكم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين المنظر؟ ما شاء الله عليك. حد يصدق ان البيتيفور اللي هنعمله مع بعض ده وهنسويه مع بعض ده معمول بالزيت ومعمول بسكر سويتان؟ ولا حد يصدق، ولا حد يقول اصلا ان هيطلع بطريقه كويسه. معروف حد يقول لي ايه نونا ازاي هتعمليه بالزيت وازاي حطاله سكر سويتان، طب التطعيمه بتاعته هتبقى مختلفه، طب التطعيمه بتاعته هيبقى فيها حاجه ولا اي حاجه. ليه؟ علشان قلنا ان سكر سويتان طعمه زي السكر العادي بالظبط، زي السكر العادي بالظبط. الحاجة الوحيدة اللي بتفرقه عن السكر العادي ان هو خالي من الاسبرتام وخالي من السكرين، فهو آمن جدا، آمن جدا على مرضى السكر، آمن جدا على الأطفال، آمن جدا على الحوامل. فانتها بتشربيه او بتحطيه في الأكل وانتي مطمنة، مش شايلة هم ان ايه سكرك يعلى او ان هو السكر يزيد ولا الكلام ده كله. كده خلصنا، نشيل بقى الحاجات اللي ورانا دي كده وننضف حوالينا، ونرجع بقى ايه نشكل احلى بتيفور عاملينه النهارده مع بعض. خلي دايما الدنيا رايقه حواليكي كده عشان ما تحسيش بزحمه وانت شغاله. نفس النظام عندك في البيت، خلي دايما الدنيا رايقه علشان تحسي ان انت بتشتغلي بروقان، مش بتشتغلي وانت مضغوطه. بسم الله. بسم الله. بصي كده لما يكون الكيس الحلواني مليان حاولي تقسمي على قد ايدك، وهو اصلا العجينه بتاعتنا ما شاء الله فهيطلع معاكي زي الفل. بصي يا حبيبتي ليه كده ليه كده،
بالشكل ده كده. لما يكون الصاج كده على رخامه ومش عارفه ان هو يثبت معاكي، بلي منديل مطبخ او حطي فوطه وحطي عليها الصاج. ارجع واقول الفرن بتاعنا شغال على درجه حراره 170، هيطلع معاكوا زي الفل. لقيتي العجينه معاكي مش محتاجه ان هي دقيق، بس بدات ان هي خفيفه معاكي كده، ممكن تحطيها في الثلاجه شويه تشد. يلا بينا، تعالوا نطلع فاصل. نرجع من الفاصل اكون شكلت الصاجات بتاعتنا وحطيناها في الفرن، ونشوف تسويتها لما تطلع عامله ازاي. لما تطلع بقى اهم حاجه ما تحركيهاش من الصاج الا لما تبرد خالص علشان ما تتفتفتش منك، وهنشوف شكلها ان شاء الله لما تطلع عامله ازاي. البتيفور بالزيت او البتيفور بسكر سويتال، وحطيناه في الفرن على درجه حراره 170، ونبدا ان احنا نتابعه. ما بيكملش 10 دقائق، اي نواعم ما بتكملش 10 دقائق، اي بسكوت في الدنيا ما بيكملش 10 دقائق، اي بتيفور او ايا كان اللي بتعمليه ما بيكملش 10 دقائق، عشان كده سموها نواعم، حاجات ناعمه قوي هي 10 دقائق في الفرن، مفيش حاجه اسمها بسكوت ال 10 دقائق وكوكيز ال 10 دقائق والكلام ده كله، اي بسكوت بيقعد في الفرن 10 دقائق. ما تخلوش ايه حد يضحك عليك ويقول لكم ايه اصل هنعمل النهارده بسكوت ال 10، يعني ايه بسكوت ال 10 دقايق؟ طب ما اي بسكوت هيتعمل هو بيقعد في الفرن 10 دقايق، زي البتيفور، زي ايا كان حاجه من النواعم بتقعد في الفرن 10 دقايق، مش اكتر من كده. طيب حطيناه في الفرن وهنتابعه يا شباب بالله عليكم علشان ما يتحرقش مننا. شايفين كده بسم الله ما شاء الله اللهم بارك خمسه عليه. بصوا المنظر، حد يصدق ان البتيفور دوت معمول بالزيت او معمول بسكر سويتان؟ لا طبعا استحاله. شايفين شكله عامل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله بيتكلم عن نفسه.